أو الكنيسة القديمة مريم العذراء في ساحة الميدان قبالة شارع رشيد، ويعتقد إنها أقدم كنيسة بنيت في بغداد، إذ شيدت عام 1640 ميلادية من قبل الأرمن على قطعة الأرض الممنوحة لهم من قبل السلطان العثماني مراد الرابع. ويقول المطلعون يرجع تاريخ وجود الأرمن في العراق بصورة عامة إلى أجيال مغلة في القدم، ولربما إلى عهد الملك الأرمني دكران الكبير الذي أسس إمبراطوريته بين عامي 55 و95 قبل الميلاد. احنا حاليا في كنيسة مريم العذراء التابعة لطائفة الأرمن الأرثوذكس في العراق. العراق بلد حضاري ومن تجمع فيها المعالم الحضارية، وتعتبر كنيسة مريم العذراء والأكثر شائعا عند الناس كنيسة المسكنتة أم المساكين. شيدت سنة 1638 وانهى التشييد سنة 1640. يعود تاريخ هذه الكنيسة تقادم الأرمن، تواجد الأرمن، طائفة الأرمن في العراق، تبعد تاريخه من 95 إلى 55 قبل الميلاد، أحد الإمبراطورية الدكران الأرمن يعني. الأرض وهب السلطان مراد الرابع بشجاعة أحد الضباط المدفعية اللي ابتكر مدفعية وفتح أبواب الشرع عن السلطان مراد الرابع، فكرم السلطان في قطعة أرض وقطعة أرض ثانية كمقبرة. فشيدت هذه الكنيسة في أواني سنة 1638 وأنجزت بناء سنة 1640، وتعتبر أول كنيسة تحت أسوار بغداد. الكنيسة مثل ما نعرف هي بيت الله، وتواجد بعض الطوائف المسيحية الأخرى استغلت الاستفادة من هاي الكنيسة بطقوسها وتراودها. فمثل ما تقول بيت الله وأبواب مفتوحة أمام الكل. فهالعمر المديد لهاي الكنيسة طبعا إلى ميزتها الخاصة وإيمان المجتمع بصورة عامة، المجتمع العراقي تتوافد كزوار يزورون هاي الكنيسة على عموم الأيام السنة، وإلنا احتفالية خاصة بأعياد سيدة مريم العذراء اللي أكثر تصادف 14 شهر آب من كل سنة.
نوفر لهم يعني بما يحتاجها الزوار كزوار زائرين. تستمر هاي الزيارات على وجه أكثر أسبوع وقداديس وصلاة، أما بقية أيام السنة فهي كمزار أمام المؤمنين مفتوحة أبوابها، تتراود عليها من كافة الأطياف ومن الإسلام بالأخص، يعني المؤمنين أكثر يتراودون على هاي الكنيسة. هاي الكنيسة من المعالم الحضارية في بغداد، وبالأخص يعني إلها فد أثر موجود جوه. هسه من ندخل جوه تصورون، أنا راح أرشدكم أو أراويكم الرفات الموجودة اللي جابوهم من إيواس من سيباستيا، نفس القائد اللي تكرم اللي اسمه غريغور نازاريتيان، وتحول يعني كمختصر المعروف غوك نزر المعروف أمام المجتمع العراقي البغدادي بصورة عامة. فأكو رفات جايبها من سيواز حين ذاك يعني، ولحد الآن موجودة مدفونة بالجدار مال شو اسمه في صندوق مثلث يعني مثمن، عليها النقوش يعني خاصة ومكتوبة باللغة الأرمنية. هاي الكنيسة تتوافد عليها كل الطوائف، يعني هي صح الكنيسة تابعة لطائفة الأرمن الأرثوذكس في العراق، لكن الكنيسة فاتح أبوابها أمام كل المؤمنين، كل الأطياف من إسلامها من مسيحيها تتوافد على هاي الكنيسة، ينذرون نذورهم ويصلون، وإحنا هم مثل ما تقول نقوم لهم بالواجب المطلوب لهم. في عام 1638 عندما حاصر السلطان مراد الرابع بغداد وطال أمد الحصار، جمع أركان حربه للتشاور بالأمر، وقد كان من ضمن أركانه القائد المدفعي الأرمني كيورك نازاريتيان، الذي اقترح على السلطان منحه فرصة يصنع فيها مدفعا ذا مواصفات خاصة لاستخدامه في الهجوم، فكان له ما أراد. وبفضل المدفع الجديد تمكن جند السلطان من دخول بغداد في اليوم 25 من شهر كانون الأول عام 1638، وتثمينا لجهود القائد كيورك نازاريتيان طلب منه السلطان أن يختار هو التكريم المفضل للقاء عمله. ونتيجة مشاورته طائفة الأرمن في بغداد عن حاجتهم، فقد تم الاتفاق على طلب قطعة أرض لبناء الكنيسة عليها وقطعة أرض أخرى في أطراف باب المعظم لاستعمالها مدفنا لموت هذه الطائفة،
وهكذا أصدر السلطان فرمانا بمنح قطعتي الأرض وكذلك السماح للأرمن بالسكن والاستقرار في بغداد. وتعد كنيسة مريم العذراء مزاراً على مدار السنة لمختلف البغداديين، وكانت نافذة للدعاء والتقرب حتى من قبل المسلمين، والكنيسة تزدحم بالزوار في مواسم الزيارة وخاصة موسم عيد السيدة مريم العذراء، وفيها راع مقيم يعنى بأداء الطقوس الدينية في الأعياد والمناسبات. ومن المعروف أن كنيسة مريم العذراء كانت الكنيسة الوحيدة في بغداد حيث لم يكن للملل والطوائف الأخرى كنائس فيها، فكان من طبيعة الواقع أن تفتح الكنيسة أبوابها لكافة الملل وتستضيفهم وتقدم لهم كل الإمكانيات للقيام بشعائرهم وطقوسهم الدينية الخاصة بهم. ويقول مواطنون إن الأعوام السابقة كانت تشهد بقاء أبواب الكنيسة مفتوحة لثلاثة أيام على التوالي في ذكرى عيد السيدة مريم العذراء، والذي يصادف 15 من آب من كل عام، حيث تتوافد إليه العوائل المسيحية ويقيمون الصلاة ويذبحون الذبائح قربانا لها ويقضون ليلهم نائمين في باحة الكنيسة بعد أن تزدحم الغرف المخصصة للزوار بالعوائل التي تقضي ليلتها هناك. وفي صباح اليوم الثاني يتناولون فطورهم في باحة الكنيسة أيضا ثم يعودون إلى بيوتهم.